أنا آسف جداً لأنه لم يكن لدي علم بالوعد الذي قطعه لك المرحوم والدي، لكني أعدك أن الوعد الذي قطعه لك والدي سيتم تأديته بالتأكيد، وطبعاً من قبلي أنا أخوك ومتكفل بذلك، وأنا لا أتمنى أن تقع الحرب بين أخ وأخته، وأعدك أيضاً بأني سأجد والدتك السيدة تشاند وأمنحها الحقوق التي تستحقها. لا تعتبري هذه الرسالة ضعف مني، وإنما هي تعبير عن محبة أخ لأخته. أنا بانتظار جوابك. التوقيع أخوك جلال الدين محمد أكبر. أنا لازم أعترف إنه هالرسالة كتير عاطفية. إذا الشيطان بيقراها رح يتأثر فيها. بس يا أمي، إذا هالمرسال ما بيرجع رح يظن جلال إنه صابه مكروه. هذا المرسال رح يرجع بس مو عايش، رح يرجع ميت، وكمان رح توصل رسالة لأخوك الصغير جلال، وهالرسالة من أخته نيجار.